طيب زميلتكم تسأل إنه كيف شكل الجوبس أو التاسك اللي بتكون مطلوبة مني في هذا المجال؟ يعني على سبيل المثال إنه أنا ممكن هنا يعني أستعرض الكومبيتيشنز اللي موجودة في منصة الكاجل. حكيت لكم عنها المحاضرة الماضية إنه الكاجل هذه عبارة عن منصة بقدر أكتب فيها كود بنظام البايثون نوت بوك، تمام؟ ففي يعني بتحتوي على عدة شغلات اللي هي الديتا، تمام؟ ممكن اشتغل عليها، بعمل عليها نوت بوك. هنا النوت بوك ببساطة انه بختار انه انا اعمل نيو، وهنا بسألني اذا انا كنت بدي اياها سكريبت، انه تكون عبارة عن يعني بفتح لي زي الاديتور بكتب الكود كله، او نظام نوت بوك زي ما احنا شفنا. طبعا اللغة بدعم لغتين اللي هي البايثون والار، اللي هي الاكثر استخداما، هذول اللغتين اكثر استخداما في الداتا ساينس، تمام؟ خلينا نلقي نظرة نستعرض الكومبيتيشنز اللي موجودة هناك. طبعا الكومبيتيشنز ممكن تكون موجودة يعني على حسب، يعني خلينا نستعرض البيانات بالأول. طبعا البيانات اللي موجودة أكثر شيء اللي هي الكوفيد 19، إنه يعني صار متوفر بيانات هذه بتبرع فيها متبرعين، إنه هم بيرفعوها بابليك على الكاجل بحيث انه اي حدا تاني انه هو ممكن يشتغل عليها. كذلك انت متاح لك انه انت ترفعي الداتا سيت الخاصه فيك، فبالتالي انه هذه الداتا سيت اللي انا رفعتها قبل هيك او اشتغلت عليها قبل هيك. طبعا هذه الفيفوريتس اللي انا انه انا اشتغلت عليها قبل هيك، تمام. طيب هلقيت على سبيل المثال ممكن يكون انا عندي من ضمن الداتا سيتس اللي انا اشتغل، يعني انه حاطها انا عندي في الفيفوريتس، انه خليني اشوف تويتر جندر كلاسيفيكيشن. نعم نعم هلقيت حورجي. هلا انا بستعرض داتا سيت، هلقيت حستعرض لك كومبيتيشنز انه طرحها شركات. فهنا انه هتلاقوا انه تويتر يوزر جندر كلاسيفيكيشن. طبعا الحساب على تويتر عادة بيكون لو استعرضتوا حسابات على تويتر انه على سبيل المثال هذا الحساب انه مش مكتوب انه اي دلالة انه هذا ميل ولا في ميل، تمام؟ بس الهدف من هاي التاسك انه من خلال التويتات تبع هذا الحساب انه اقدر اعرف انه هذا ميل ولا في ميل. طبعا هذا بيشمل شغلة المتعلقة بتحليل النصوص، انه طبعا الفيميل ممكن يكون في عندها رايتنج ستايل مختلف عن الميل، او تستخدم فوكابلري معين بيختلف عن الميل. هذه شغله. الشغله الثانيه الكلر تبع البروفايل هنا، وكذلك الصوره تدخل في الموضوع. الكلر تبع البروفايل تبع الفيميل ممكن يكون فيه نمط معين، فبالتالي انه هذه الداتا سيت انه بتكون شركه معينه بدها تشوف الفولورز تبعونها قديش منهم ميل وقديش منهم فيميل. طبعا هاي الشغله من تويتر نفسها لو انه هي جمعت كل الحسابات ما بتعرفهاش، لا. فبالتالي انا باخذ يعني انا عندي شركه معينه بتصنع يعني ميك اب، الفولورز تبعونها ميل ولا فيميل؟ طب شركه ثانيه بتصنع سيارات، الفولورز تبعونها ميل ولا فيميل؟ شركه ثالثه بتصنع فود. فهاي انه واحده من التاسك من اللي ممكن انه هي تطلبها شركات. ايش نشوف كمان من الداتا سيت؟ يعني هنا في ميديكال داتا سيت، هذه الجود ريد هذه بيانات انه البروفايدر تبعها اعتقد انه من الجود ريد بالضبط، انه انا انه مثلا انه كتاب جديد انه نعمل له كلاسيفيكيشن. ايش الكاتيجوري تبع؟ هل هو خيال علمي؟ هل هو بالضبط انه هل هو فانتازي؟ هل هو خيال علمي؟ هل هو كوميكس؟ هل هو كوميدي؟ كل هاي الشغلات انه
انه انا بدي اعمل كلاسيفيكيشن للكتب اللي موجوده عندهم هناك، تمام، بحيث انه يصير فينا عندي تاجينج. هذه تاسك من التاسكس. في تاسك ثانيه متعلقه بالريكومنديشن. ايش الريكومنديشن بالضبط؟ انه انا بناء على البروفايل تبعي والكتب واصدقائي كمان بروح بقترح لي كتب جديده، فبالتالي هذه تاسك على الداتا سيت هذه، تمام. في ممكن يكون ميديكال داتا سيت، الميديكال داتا سيت زي هاي، هذه جندر ريكوجنيشن باي فويس، هذه للفويس. الميديكال داتا سيت اللي هي بريست، هيستو باثولوجي ايميجز، فهذه عبارة عن صور، اعتقد انه هي ماموغراف للبريست، بحيث انه يكون انه اقدر اصنف الصوره انه كتشخيص انه هل في اصابه او ما فيش اصابه، بوزيتيف او نيجاتيف مثلا، شغله زي هيك، تمام. هذه بخصوص الداتا سيتس. فبالذات الداتا سيتس هذه بتكون موجوده انا عندي على الكاجل، بتكون مش مرتبطه بكومبيتيشنز معينه، بيكون مفتوحه انه انا ممكن اشتغل عليها، لكن الكومبيتيشنز هنا بجب اطلع. انا عندي الاكتيف كومبيتيشن انه مصنفه، نعم صحيح، في منها شركات وفي منها اشخاص، تمام. فالان هنا هذه الكومبيتيشنز انه هذه كودوس وهذه نوليدج. ايش الفرق بين هدول الشغلتين؟ الكودوس انه زي شغله انه باخذ كريدت لإلي، يعني زي مش عارف كيف اترجم لكم اياها، زي شغله بتفشخر فيها انه انا حليت هاي البروبلم مثلا، فبالتالي انه هي ما بفيش عليها اي شغله ثانيه انه الا انه انا بستعرض عضلاتي. هاي انه نوليدج، انه بتكون عاده للبراكتس وحنستخدمها كثيره بشكل كبير، انه من ضمنها اللي هي الهاوس برايسز كومبيتيشن، انه انا يعني اسعار البيوت انا عندي في استراليا بتكون في لها داتابيز، والمطلوب مني انه اعمل بريدكشن لسعر بيت معين، فهذه من ضمن النولج. الان ايش في عندي هنا؟ في كومبيتيشنز مدفوعه، مين اللي بكون مزودها؟ هاي الشركات هاي، تمام. يعني هذه انه طرحه انه M5 forecasting accuracy، هذه طرحه $50,000 للي بيجيب اعلى accuracy، فبالتالي هذه لها 13 يوم مطروحه، فبالتالي انا بدخل للمنافسه، هي بعمل join للcompetition، واللي اعلى نتيجه بيجيب، تمام، بحصل $50,000. كيف بعرف انه اعلى نتيجه لغايه الان؟ انه انا عندي هنا الليدر بورد، انه السكور هذه لها 13 يوم، وفي شيء ولا حدا جايب سكور كويس يعني، تمام. ف يعني هذول مشتغلين كتيم، وهي السكورز تبعتهم انه بهذا الشكل، فبالتالي انه هذه الداتا سيت، الداتا سيت هذه مين طرحها؟ اللي هو يونيفرسيتي اوف نيكوسيا، M5 فوركاستنج. باجي بطلع هنا على الداتا، على ايش بتحكي هاي الداتا؟ المطلوب in the challenge you are predicting item sales at stores in various locations في 28 day periods. مطلوب انا في عندي فترتين، كل فترة منهم 128 يوم، المطلوب انه انا اعمل بريدكشن للسيلز. طبعا البريدكشن للسيلز بناء عليه انه هم حيجيبوا بضاعة بناء على التوقعات في المبيعات، انهم مش يجيبوا بضاعة ويكملوا، هذه بزنس بروبلم، تمام. فهذه بسموها الام 5 بارتيسيبيشن جايد. انه فهنا ايش انا عندي الداتا سيتس بتكون انا از سي اس في فايلز، انه زي هيك، هذه حناخدها في حينها كيف اتعامل مع البيانات هذه. فهاي هذه M5. نشوف شغلة تانية،
هذه 25,000 دولار، هذه بروستات كانسر جريد اسسمنت، هذه لسرطان البروستاتا اللهم عافينا. فشوفوا البروفايدر تبعها، باندا تشالنج، هذه عبارة عن مختبر أبحاث، تمام، إنه وفر الداتا سيت هذه، وهنا حاطط إنه التايم لاين متى بتخلص وقديش قيمة الجائزة وإيش الـ requirements اللي مطلوب إنه عشان إنه كيف هنا حيعمل evaluation للنتائج، تمام. هذه مطروحة إنه إلها شهر، والليدر بورد أي في عاملين submission score، هذا جايب 91%، هذا جايب 90%، فبالتالي لأعلى سكور هو اللي حياخذ الجائزة. طبعا الهدف من الشغلة هذه إنه أنتوا تتطلعوا على طبيعة التاسك، إنه هذه كارير بروبلم فعلا عن جد. خلينا نشوف واحدة تانية غير هذه من جوجل، هذه من شركة هاي جوجل نفسها بتطرح داتا سيت هنا Open Image Object Detection. الأوبجكت ديتكشن مر علينا المحاضرة الماضية صح؟ إيش بيعمل؟ بعمل ماسك للأوبجكت وبحط له ليبل بالضبط. طبعا هذه الكومبيتيشنز الجديدة 2020، في كومبيتيشنز سابقة كثيرة للجوجل للأوبجكت ديتكشن طرحتها، لأنه هي يعني اشتغلت على هذا المجال بشكل كبير. فهي زي ما انتم شايفين كل أوبجكت هي بحط له مستطيل زي هيك وبحط له ليبل. تخيلوا انه يعني هاي الصورة قديش انه معقدة، بده يتعرف على كل الأوبجكتس اللي موجودة فيها. فالتاسك هذه مش بهالسهولة انه انا يعني اقدر ابني لها موديل. والجائزة قديش في جائزة هنا؟ Playground Competition Prediction Competition، فيش فيها جائزة؟ انت ليش بتحسبيها زي هيك؟ انت يفترض تحسبيها انه انت بتشتغلي على كومبيتيشنز، انه انت بتبني بروفايل قوي، وهذا بيساعدك انه انت تحصلي وظائف، انه انت نافستي، ما جبتش انا التوب تمام، ولكن انا كنت مثلا من التوب 10 من اعلى 10 سكورز. هذه كلها نوليدج، هذه كلها نوليدج تمام. في شهر، في 3 شهور، يعني بيمتد زي هيك. كيف؟ صحيح، نعم. هجيت هفتح لك موضوع، هجيت هفتح لك شو اسمه ال شو اسمه هذا الابورك، اوكي. فهجيت هنا all the challenges، انا في منها research، في منها للريكروتمنت. عارفين شو يعني ريكروتمنت؟ للتوظيف، اعلى واحد يجيب هو اللي حناخده، تمام. في شيء مطروح حاليا للريكروتمنت؟ الاكتف كومبيتيشنز بالمناسبة في الفترة هذه ضئيلة، اللي هي فيها فلوس، يعني هذه 30,000 50,000 50,000، يعني هو بيعتمد من وقت للتاني. يعني في مرات بتكون في كومبيتيشنز كتير مطروحة وانه بتكون اكتف بشكل كبير. هذا جانب من التاسك اللي موجودة هنا. يعني ممكن انه نشوف كومبيتيشنز إيه.
مش عارف ايش الترجمة تبعتها، شوفي ترجميها. كيف؟ غنيمة، غنائم يعني. هذه من مؤسسة بلانت، والجائزة 60,000 دولار، بس التايم لاين تبعها انه هي خلص يعني. لا هيو اكتف لسه، الفاينل سبمشن ضايل يومين، جولاي 20 2000، لا 2017 راحت. تمام، فهذه انه بلانت اندرستاندينج ذا امو ذا امازون فروم ذا سبيس. تمام، اهلا وسهلا، الله يعافيك يا رب، كيف حالك؟ استكمالا للموضوع، في هذه امازون دوت كوم امبلوي اكسس تشالنج. تمام، هذا مطروح من شركه امازون من 7 سنوات ماضيه، وكويس جدا انه انتم تدخلوا، يعني طبعا هذا يعني 5,000 دولار، وكويس جدا انه انتم تدخلوا هذا التشالنج وتشوفوا حالكم انه كيف، يعني في اي ترتيب. هو تشالنج راح يعني، سواء انت دخلتي او ما دخلتيوش، انه يعني سواء دخلتي وما فزتيش، يعني انه انت مش حتخسري شيء اصلا. تمام، بس الفكره في الموضوع انه انت بتبني البروفايل تبعك وبتشوفي كيف انه ريال بروبلم، انه من شركه زي الامازون دوت كوم، انه كيف بتطرح التشالنج تبعها. فالديسكريبشن تبع التشالنج ايش بيحكي هنا؟ انه when an employee at any company start work, they first need to obtain the computer access necessary to fulfill their role. This access may allow an employee to read, manipulate resources through various application or web portal. تمام؟ هنا there is a considerable amount of data. هذا كله مقدمة. ايش الاوبجيكتيف؟ The objective of this competition is to build a model learned using historical data that will determine an employee's access needs such as manual access transaction اللي هو grant and revoke are minimized as employee attributes change over time. تمام؟ فهمتوا ايش المطلوب؟ شركة أمازون بتوظف ناس كتير، ومنهم ناس إنه بتوظفهم عن بعد، وبتعملهم حسابات على الشركة تبعتهم على الأمازون، على الشركة تبعتها. فبالتالي لما يكون في عنده حساب، ممكن يكون في عنده أكسس لشغلات إنه يفترض ما يكونش عنده أكسس لإلها. فبالتالي بناء على الهيستوريكال داتا يعني نوفر بيانات الموظفين، يعني أنا كصاحب شركة، يعني كستيك هولدر، بقول إنه أنا بدي إياك تعمل لي موديل الوظيفة تبعته، انه بناء على الهيستوريكال داتا تقول لي ايش هي الرول المناسبة او الاكسس برميشنز المناسبة لكل موظف بناء على بياناته بهذا الشكل. تمام، طبعا هذه الرولز او الاكسس برميشنز ممكن تتغير بشكل اوتوماتيك اوفر ذا تايم، فبالتالي انه هم بيحاولوا يعملوا اوتوميشن لهي الشغلة. فبالتالي هاي كله زي ما حكيت لكم هو عبارة عن مقدمة بيشرح كيف طبيعة البيانات وال resources اللي موجودة عند الشركة، وهنا ليش الأوبجكتيف إنه to build a model. تمام، هاي خلصنا من أمازون. نشوف، أنا عندي مثال تاني، Airbnb. عارفين هذا الويب سايت للحجوزات؟ بالضبط، حجوزات لإيش؟ لا مش طيران، لا إقامة، مكان إقامة. بس مين اللي بيزودها؟ أوتيلات؟ لا، ناس عاديين في عندهم غرفة فاضية في البيت، فبالتالي هاي بحطوا الغرفة الفاضية هذه إنه للحجوزات. طبعا هذه إنه اقتصادي أكتر، مع إنه أنا أروح في أوتيل لو أنا عندي مثلا في رحلة والميزانية تبعتي محدودة. تمام، فبالتالي انه بروح بدور، انه انا بحدد الديستنيشن تبعتي وبحدد الفتره تبعتي، بروح بدور على الغرف الفاضيه، او ممكن يكون مش غرفه، اكثر من غرفه، غرفتين في البيت انه هي فاضيه انه هم بدهم ياجروها، فبالتالي انه بقدر انه
انه عايز تأجرها. فبالتالي هذا زي شيء موازي للأوتيلات، زي ما أوبر وكل التطبيقات هذه اللي بتسمح لأي حدا انه هو يشتغل كتاكسي بتكون هي منافسة لأصحاب المهنة الأصليين، برضو هذه نفس الفكرة. تمام؟ فهذه كومبيتيشن طرحها هاي الشركة. تمام؟ النيو يوزر بوكين تقرأوا هنا in this recruiting competition. هذه recruiting competition شو معنى هذا الكلام؟ اللي بيفوز فيها كان انه حتوظفوا الشركة. تمام؟ Airbnb challenges you to predict in which country a new user will make his first booking. عرفتوا ايش المطلوب؟ في تحدي ولا ما فيش تحدي؟ ايش المطلوب؟ انا عملت حساب جديد هنا على Airbnb، عملت هنا رحت عملت اشتراك، مش تسجيل دخول، تسجيل دخول اوريدي عندي حساب، اشتراك. بعد ما اعبي البيانات تبعتي يفترض يكون في موديل بياخذ البيانات هذه وايش بيعمل بريدكت؟ ايش هي اول كانتري هحجز فيها؟ شو السبب؟ ايش حيستخدموا المعلومه هذه؟ حيطلع لي اياها بعد ما اعمل تسجيل دخول. تمام؟ حيعرض لي اياها في البدايه، احجز غرف فاضيه في 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 القا في في مصر او في 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 لوكسمبورغ مثلا زي هيك. فبالتالي هم من المودلز هذه بيزودوا المبيعات تبعتهم. فهاي تقدروا تسووا موديل زي هيك بناء على 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 هيستوريكال داتا. ايش هي الهيستوريكال داتا؟ رحت انا لخمس سنوات سابقه مثلا اخذت كل حسابات المستخدمين ورحت سجلت اول بلد حجز فيها، بقول لك خذ هاي الهيستوريكال داتا وبدي اياك تبني لي موديل يعمل بريدكت بالضبط بناء على البيانات هذه، انه اول كاستمر يعني اول ما يسجل الكاستمر ايش البلد اللي بده يحجزها. طبعا لما انا اعطي له البلد اللي جايه في راسه، يعني انا بدي اخمنها احط له اياها اول ما يجي يدخل يشوفها هيك في البدايه، اكيد حيزود المبيعات عندهم. تمام؟ فبالتالي هنا هاي طبيعه الديسكريبشن تبع البروبلم موجود هنا. ايش في عندي كمان؟ هذه Airbnb booking شفناها، وهاي هذه برضه للبوكينج بس لبروفايدر تاني اللي هو فين عندي هاي هذا الويب سايت برضه، بس هذا انه حجزات لاوتيلات وهوستيلات، لاوتيل وهوستيل. هوستيل اللي هو غرف مبيت مشتركه. تمام؟ فهذا انه اوتيلات، شقق، منتجعات، فيلات، شاليهات، فهي كل الانواع اللي هو بوفرها. فبرضه انه هذا برضه سابقا نزل داتا سيت انه يعمل بريدكشن، بتكون انه حسب احتياجات البزنس تبعته. تمام؟ فهي خلصنا يعني استعراض بعض البزنس بروبلمز اللي موجوده في كاجل، وبتمنى انه صارت الصوره واضحه بالنسبه لكم انه ايش نوع التاسك اللي ممكن تجيكم في هذا المجال. نشوف الآن الأبورك. الأبورك أنا في عندي تاسك كتير، أنا بس إنه شفت إيش المطروح يعني هالأيام مستعرضت لكم إياه. أول وظيفة يعني إنه شفتها إنه هي need a total or credit risk modeling using our programming. ايش التوتر؟ مر علينا المحاضرة مرة بالضبط. هذا الشخص محتاج حدا يساعده، وهذه الوظيفة على فكرة انتم ممكن تشتغلوا يعني بعد ما تكتسبوا الشغلات هذه، انه ممكن انه في حتلاقوا كثير على الانترنت حدا محتاج انه هو يشرح له، يكون كمدرس خصوصي يشرح له ايش هي الماشين ليرنينج والاي اي والشغلات هذه كلها، او انه يعمل له موديلنج للكريدت ريسك، المخاطر اللي موجوده بالكريدت بالكريدت. تمام؟ باستخدام الار بروجرامينج. فهذه هاي الديسكريبشن تبع التاسك، اي ام وركينج اون كذا 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 كذا. تمام؟ وهنا المينتور نيد تو اكسبلين مي ذا ستيبس انفولفد، بده حدا يدله ايش الستيبس اللي انا اسويها، انا تايه في الموضوع، انا بحتاج انه حدا يساعدني في هذا الاطار. هنا ايش الوظيفه المطلوبه؟ ماشين ليرنينج فوركس سوليوشن. عارفين الفوركس؟ الايش؟
صحيح، تداول للأسهم بالضبط. هاي الشغلات بتكون أنا بدي أبني موديل عشان أعمل إيش بريدكشن، إنه سعر السهم حيطلع ولا حينزل بعد 3 أيام بعد أسبوع، عشان أخذ قرار إنه أشتري اليوم حيطلع بعد أسبوع مثلا زي هيك. تمام. طبعا هذا الكلام بيحتاج لهستوريكال داتا بتكون مرتبة بترتيب معين. شايفين قديش الريت المطلوب للساعة؟ من 37 ل 75 في الساعة. تمام؟ يعني هذه الشغلة تشالنجينج انه انا اشتغل عليها. ديفلوبر نيدد، هدول الكاستمرز اللي يعني مرات انه برضو يعني الديسكريبشن اللي بحطوه مش كتير، يعني لانه حاطط كل الشغلات هذي في التايتل، يفترض انه يكتب هنا الجوب تايتل وهنا التفاصيل يروح يكتبها تحت. وهنا بالمناسبة محتاج 2 فريلانسرز، يعني ممكن تنتين تتفق مع يعني مع بعض وانه انتم تقدموا على هاي الوظيفة. فديفلوبر نيدد فور ليجل تك ستارت اب، شايفين شركات الستارت اب زي ما حكيت لكم بالضبط انه اكثر الشركات اللي بتطلب هاي الوظائف شركات ناشئة. ايش بدها؟ بدها حدا يشتغل انه يكون في عنده خبرة في الاي اي والدي اس والديتا ساينس. تمام؟ The job includes development of legal tech website that work in virtual assistants. شفنا الـ virtual assistants المرة الماضية صح؟ كمان؟ إيش كمان؟ The skills required إنه Python, Django, AI, Data Science، كل هاي الشغلات. تمام؟ الوظيفة اللي بعديها Natural Language Processing Engineer. إيش الوظيفة؟ To aid in development of an automated question generator. إيش الـ question generator؟ يولف إيش السؤال؟ بالضبط. يعني اليوم درجة الحرارة 32، إيش السؤال؟ زي هيك. بالضبط. Object detection with TensorFlow. هذه احنا حنشتغل عليها شغله تيبيكال، اكزامبل تيبيكال، حنستخدم التنسور فلو للاوبجكت ديتكشن والتطبيقات تبعته عديده. في شركات كثيره تيجي برا بتقول انه انا في انا عندي كاميرا للمراقبه، بدي انا احدد مين الشخص اللي لابس الماسك ومين اللي مش لابس الماسك. والشخص اللي لابس الماسك مثلا بدي احدد مين هو عشان نبعث له مخالفه على طول، مخالفه 100 يورو بهذا الشكل. تمام. Machine Learning Model for Real Estate. هذه Estate بس في خطأ إملائي هنا. إيش Real Estate؟ بالضبط. هذه Typical للHouse Prediction Exercise اللي احنا حناخده على كاجل. برجيتكم إياه هنا على كاجل إنه الHouse Prediction أول إجزام اللي احنا حنشتغل عليه. ف يعني المطلوب إنه في هاي التاسك إنه أنا أعمل I'm looking for Data Scientist Machine Learning Engineer to help me to develop a model for real estate investment. I have a real estate agency. هذا شخص عنده real estate agency. هاي يعني وظائف حقيقية. Technical solution بده digital transformation. حيديله access للداتابيز. هو مش متخيل. مش متخيل ايش اللي بده اياه بالضبط. بس هو حابب يعمل استثمار بمجال الداتا ساينس في الايجنسي تبعته. تمام. ماشين ليرنينج ديفلوبر تو رايت توتوريال اند بلوك كونتنت. انت في مرحله ما يعني زي ما انا عندي مدونه هنا، كل شغله انا بجمعها او يعني بتمر علي بروح بجمعها في هاي المدونه، فبتصير انه انا في عندي زي مدونه مجمع فيها كل المقالات المتعلقه بالموضوع هذا. هنا ايش هو طالب؟ طالب ماشين ليرنينج ديفلوبر عشان يكتب توتوريال وكونتنتس لمدونه لبلوج، وهذه يعني بتكون من ضمن الوظائف اللي بتيجي تحت كاتب محتوى. بس ايش التخصص تبعه بالضبط؟ ايش بيكون المحتوى؟ زي ايش مثلا؟ انه انت كيف تعمل مثلا على سبيل المثال اوبجكت ديتكشن، بروح اوبجكت ديتكشن باستخدام التنسور فلو. انا عندي معرفه بالموضوع، بروح بكتب تيتوريال، بروح بحط صور كيف الخطوات، شغلات زي هيك. ف هذا محتاج لشغلتين، اندرويد وبايثون ديفلوبر.
لأنه هو على مس... على 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 أعتقد إنه هو diseases detection through an image. في كثير من التطبيقات بالمناسبة يعني خاصة المتعلقة بالصور، إنه على سبيل المثال لو صار في أنا عندي حرق في الجلد إنه أو شغلة معينة، ممكن أستخدم الجوال بالكاميرا بيقدر إنه هو يشخص إيش الحرق هذا، إيش درجة تبعته، درجة عالية أو متوسطة. فبالتالي هو عبارة عن شغلتين: أندرويد أبليكيشن بالإضافة ل لا ايمج بروسيسنج او انه ايمج كلاسيفيكيشن. هنا لونج تيرم ايسترن يوروب داتا اناليست اناليتكس ديليفري. تمام، هنا محتاجين اثنين ومحتاجين شخص يشتغل معاهم في اللونج تيرم. هذه بتكون انه فيري انترستينج، انه خلص بتريح انه انا لو شبكت معهم خلص برتاح لفتره معينه، انه لمده مثلا لمده 6 شهور او لمده سنه انه انا بكون شغال معاهم. looking for outsourcing data analyst expert. هذه شركه تمام محتاجة تعمل outsourcing لشخص يطلع لهم تقارير لتحليل البيانات. فهيك يعني بتصور صار في عندكم تصور ايش طبيعة التاسك والوظائف اللي ممكن تطلب منكم. وضحت الصورة؟